كتاب الصحافة الأدبية في المغرب هي دراسة علمية محكمة، أصلها دراسة تقدمت بها للحصول على شهادة الدكتوراه بكلية الأدب والعلوم الإنسانية جامعة عبد الملك السعدي. دراسة تغوص في أعماق الأدب لتستخلص مجموعة من الأهداف، لعل من أبرزها هو محاولة الكشف عن العلاقة التي تربط بين الصحافة والأدب. وكما هو معلوم فإن الصحافة في المغرب ولدت في حضن الأدب، وقد تميز عدد كبير من الصحفيين الأدباء على امتداد تاريخ الصحافة المغرب أو منذ ظهور في أوائل القرن العشرين إلى يوم الناس هذا. دراسة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي. بداية أو في الباب الأول حاولت التعريف بالصحافة الأدبية وتاريخ الصحافة في المغرب، والتعريف بمجموعة من الصحف والمجلات التي اشتغلت عليها، وهي صحيفة العالم وصحيفة المحرر وأنوال ودعوة الحق وأفاق والثقافة الجديدة. حاولت من خلال الدراسة التطبيقية استخراج واستحضار اللغة، أي لغة تستعمل هذه الصحف والمجلات. حاولت استخراج الخطاب من هذه الصحف، كذلك الأجناس الأدبية والأجناس الصحفية. إذن هي محاولة تجمع بين النظري والتطبيقي. ما ينبغي الإشارة إليه هو أن المكتبة المغربية تفتقر إلى هذه الدراسات التطبيقية التي تحاول أن تقف أو أن تستخرج العلاقة ما بين الصحافة والأدب. شكراً.